يا ولي، أخبارنا الاقتصادية. قدرت تقارير عالمية نمو قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% ليصل إلى 71 مليار دولار و260.7 مليار درهم بحلول العام 2021. وتأتي هذه التوقعات الإيجابية لنمو قطاع تجارة التجزئة الحيوي في الإمارات رغم التوترات في الشرق الأوسط والخليج والتباطؤ الاقتصادي الذي دفعه انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار مقابل بقية العملات الأجنبية. شهد قطاع النقل والتخزين والاتصالات قفزة غير مسبوقة في حجم تدفقات التمويلات المصرفية من البنوك العاملة في الدولة، وذلك خلال السنوات العشر الأخيرة والفترة المنقضية من العام الجاري، مسجلا بنهاية يونيو الماضي أعلى مستوياته، في مؤشر على زيادة الثقة بالقطاع وبجودة أصوله والتوسع الذي يشهده والإقبال المتناوي على الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.